السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا لاباس، تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. اليوم خرجنا على طريقة الخياطة، اليوم نديرو طريقة الطبخ. طريقة الطبخ لكن ندير لكم طريقة نتاع مبسس، مبسس اللي يجي حنا نقولوا لا محرف، كل واحد وكيش يسميه. نعطيكم العبر ونعطيكم الطريقة. المرات ندير بالعبر عيني ميزان، لكن تبعوا معايا وشوفوا مليح. بسم الله، نبداو على بركة الله. نحتاجو سميد، هكا سميد لكن ما يكونش غليظ، يكون مليح، يكون رقيق، يكون حرش، ويكون هنا جبت 2 كيلو لكن ما نديرش غير 2 كيلو، درت 3 غرفيات. ها هي نديرو هنا، ندير الملح. الملح ديرو عينكم ميزانكم، تبغيو ديرو السكر تقدروا ديرو حتى فيه السكر، تقدروا تزيدوا مع السكر. نزيد معاه مغرفه نتاع السكر، تخلطوه تبسوه بالزيت. بسم الله، تبغيو تخليوها يرتاح واحد 5 دقائق وتزيدو تخدموه، تبغيو تخدموه المهم تبسوه مليح. هاي الزيت ديرو على حساب كيما نقولو على حساب كاس، ديرو كاس كبير هكا تاع زيت. قلت لكم تبسوا مليح، تبسوا كي ديرو الزيت تبسوا المبسة تاعكم مليح. هي هنا نستعملوا الماء، الماء عينكم ميزانكم. ها شوف الطريقه، ونلم بالماء. تخليو شويه، تخليو شويه نتاع السميد مبسس باش تدريو، باش ديرو فوق المبسه كي تكونوا تقرصوا فيها. ها هو المحرف تاعنا، المبسس تاعنا يجي بهذه الطريقه، نلمها ونسرحها في القراص، تلموها بهذه الطريقه، ما تزدلكوهاش غير تلموها غير بيديكم. ها هي لميتها، هنا ندير شويه تاع سميد ما قلعتش من اللي قلت قلعو منه، ندير هنايا شويه ونرونه نبسه نبسه بالزيت. هذه الطريقه، وتبسوه ودريوه على المبسس تاعكم من تكونوا تسرحوا من تكونوا تقرصوه. كل واحد والطريقة نتاعها، انا نخدم بهذه الطريقة. هنا نسرحو المبسة نتاعنا، ها هي الكراسة، ها شوفو هذا دريوه. نديرو المبسة نتاعنا، بهذه الطريقه ديروها وتوليو تقلبوها. ها شوف بهذه الطريقه ونقلب، بسم الله. ها شوف هنا، وتوليو ديروا نفس الطريقه اللي درتوها. ها
بهذه الطريقه وتحرفوا المبسه نتاعكم على الشكل اللي يعجبكم. بسم الله. يا تبغيو ديروهم كبار تبغيو ديروهم صغار. المحرف تاعنا هو اللي قصيته هنا. وجدت المقله، المقله نتاع الزيت راه تسخن ونقلي المحرف نتاعنا هنا ونقلي المحرف بهذه الطريقه. نكمل هنا نقلي المحرف نكمله ونوريكم النتيجه بهذه الطريقه. تحطوه في الزيت ينقلى، كي احمر من تحت تقلبوه وتحطوه في طبسي. نكمله ونوريكم النتيجه. الطريقه تاعنا تاع المحرف، قليت المقله الاولى وهذه الثانيه. هنا كي يطيب لكم تقلبوا. راني دايره شوف هنا الغاز راني شعلاته، ها هو ديروه على حساب ما طيبوا. ها هو المحرف تاعنا هنا، هاني كل هذا اللي قلعته درت له البابي باش يسف الزيت هذا نتاع الزيت باش ما يبقاش فيه هذا الزيت، يجي ناشف لكن معليش الاحتياط. النتيجه النهائيه نتاع المحرف تاعنا كملتها، ها هو شوف هنا هذا هو المحرف تاعنا. يجي مام كي تقصوا المحرف يجي هشيش يجي شباب. المحرف تاعنا ها هو، ها شوف يجي هشيش يجي مقروش ويجي شباب. هذا هو المحرف تاعنا، هذه هي الطريقه اللي نخدم بها المحرف، كل واحد وعنده الطريقه. العسل تقدروا، كاين اللي يبغيه بالعسل كاين اللي يبغيه بلا عسل، كل واحد وكيش يبغي. هذه هي النتيجه النهائيه تاع المحرف تاعنا، ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه ومع السلامه ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.